قال لك الفرق بين اداره الزمالك واداره الاهلي. الاداره الرشيده في الاهلي محمود طاهر العظيم، والفاشل الفاسد دموع مرتضى منصور. فانا بعد ما كسبنا سموحه وخدنا الكاس، اللي كسب الاهلي قرار بقى حرف. طيب لما الاهلي اتغلب من سموحه، حضرتك بقى لا محمود طاهر فاشل ولا انا فاشل، لا محمود طاهر عبقري ولا انا عبقري، هو الراجل بيهيئ المكان للجهاز الفني ولاعيبته وشكرا. وانا نفس القصه بهيئ، لكن لانك انت مغرض بيشوف حاجه اللي هو عايزها. انت مغرض. طب انا دلوقتي كسبت سموحه اللي كسب الاهلي، ايه رايك في عبقريه مرتضى منصور؟ لا مش عبقريه، انا كلام جد يعني، مش عبقريه. لا يعني عايز اقول لك ايه، ان انا ماليش دور، انا هيأت قبل ماتش الاهلي اللي اتغلبوا فيه، هيأت نفسيا ومعنويا، وهيأت قبل ماتش سموحه. انا عندي لاعب جاب جون في نفسه وضيع بلانتي، لو ما جابش جون في نفسه وبلانتي ما ضاعش اكسب الاهلي. هتقول على عبقريه مرتضى؟ لا، ده اللعيبه وجهاز. ف برضه ده شيء يعني محزن. ويمكن انا قابلت محمد شبان صاحبي جدا، رئيس الرابطه، وقابلت النائب بتاعه ايهاب، في كنا في افطار، وكان وزير الشباب موجود. وزير الشباب موجود. فهم بصراحه يعني قالوا لي احنا ما كناش قرينا اللي كان مكتوب. يعني مكتوب في الاخبار اليوم ما فوق كده يا حمود كده البلطجي المجنون اللي مش عارف ايه، يا عم انا بعمل ايدي كده ما بتتهزش شيء، يا عم حرام عليك، واخد بالك؟ ومكتوب بقى في مجله الاهلي بقى الكلب الابيض الابيض الذي يعرف، قالوا احنا ما عرفناش الكلام ده. لكن لازم يتم لقاء بيننا وبين النقاد الرياضيين بعد العيد ونعمل خطه. حضرتك انا مش ملاهي، حضرتك شايف حاجه اصلا انتقدني بس انتقدني ما تشتمنيش. يعني في فرق انك تقول مرتضى منصور في الجزئيه دي مثلا عمل كذا، لكن بتقول مرتضى منصور كلب، لا ما انا هسمح لك بالكلام ده. ولو حتى بقيت رئيس وهتقول لي هتبقى رئيس جمهوريه واسكت، لا مش هسكت. تمام. فاحنا هنعمل لقاء باذن الله مع الرابطه ومع النقاد الرياضيين، هنعمل حفله باذن الله بعد العيد، وانا ما عنديش مشكله نعملها هنا في مؤسسه اخبار اليوم، نعملها هنا في مجلس الاداره، وما عنديش مشكله يجي مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا اكتر واحد ساند محمود طاهر في الانتخابات هو ومجموعته. تمام. وعنديش مشكله نقعد انا ومجلس اداره النادي الاهلي والنقاد الرياضيين تحت رعايه مؤسسه اخبار اليوم ونعمل حوار، لانه من غير اهلي وزمالك يا جماعه مفيش رياضه. والخناقه انا اسف اسمها خناقه عبيطه، يعني خناقه على ايه؟ لجنه الانديه بيقول لك انه مفيش هبوط وفيه هبوط، هو كان موجود استاذ فتحي وانا قلت يا جماعه شكلوا لجنه، وزي ما تقول اللجنه انا موافق، اهو كانوا الموجود حاضر. واحمد رفعت اللي هو في نادي الزمالك ابن الزمالك وقف اختلف معايا، قال لي انا رايي كذا كذا علنا. راي فني، ده راي فني. تمام. فاحنا بنقول اهو من خلال المؤسسه العريقه دي، انا ما عنديش مانع استاذ ياسر يدعو استاذ وزير الشباب والرياضه المحترم، راجل محترم، يدعو رئيس اتحاد الكوره المحترم، ويدعو محمود طاهر مجلس ادارته والزمالك ومجلس ادارته والنقاد الرياضيين. والنقاد الرياضيين بعد العيد ونيجي نقعد هنا خلاص عشان نثبت للناس. وده اللي انا عملته على فكره في ماتش الاهلي والزمالك، انا اللي عملت البروتوكول ان احنا ننزل مع بعض، كنت عايز محمود طاهر يحضر عشان ننزل نسلم على وعلى فكره التوجه الاول لعيبه الاهلي كان اقتراح انا، سلمت عليهم بكل حب وود، ثم لعيبه الزمالك، حتى دكه الجهاز الفني دخلت على فتحي مبروك الاول، وكنت اتمنى محمود طارق كان يبقى في ايدي، لان اللي حضر النائب بتاعه المحترم الدكتور احمد سعيد. تمام. وكانت المشكله خلصت ساعتها. فاذا كان في ناس يا جماعه مستفيده من الهوه دي، من الخلاف اللي بين الاهلي والزمالك، النهارده انت لما تقعد تشتمني ومحسوب على محمود طارق، طب انا هزعل من محمود؟ او حد عندي بيشتم محمود طاهر محسوب عليا؟ طب محمود طاهر ايه؟ فانا بقول اللي اقترحه بقدمه للاستاذ ياسر. احنا بنرحب بيه وهنبتدي ندعو عليه يوم السبت ان شاء الله، بكره السبت بصلاه استاذ فتحي سند، استاذ جمال، استاذ زمايلنا في الاخبار. ما اقولش على السؤال ده، يعني في كلام عن استقرار، في ناس قالوا ان هي مش يعني شغل بص ويليام شابور مع يوسف، مع معروف يوسف، لا مع معروف يوسف موجود، رحنا له الفيزا بتاع في المغربي راجع، ويليام شابور البطاقه الدوليه بتاعته وصلت. يا بيه البطاقه دي هيلعب على بيه البطاقه الدوليه ازاي؟ كان البطاقه الدوليه وصلت خلاص. هو لعب في ماتش يا بيه. بص ويليام شابور مع احترامي الشديد ليه بطاقه الدوليه وصلت، ازاي يلعب في البرتغال بغير بطاقه؟ طب يعني المشكله دي هتحل ازاي؟ هو دلوقتي موجود في الفريق البرتغالي ولعب امبارح اول ماتش وقف. شابور ومعروف يوسف.
لا معروف خلاص الفيزا راحت وخلاص.